المختلفة، لكن أيضا على التنمية البشرية وأهمية استغلال الطاقات في دول حوض النيل. الدكتور زكي البحيري خبير الموارد المائية والري ضيفا كريما معي في من القاهرة. أهلا بك. أهلا. دكتور زكي، قمة على مستوى الرؤساء في أوغندا بالطبع سيتم التطرق فيها للكثير من النقاط، ومنها أيضا النقاط الخلافية حتى حول اتفاقية عن تيبي والملاحظات المصرية. إذا ما تنتظروا من هذه القمة؟ يعني هو طبعا بعد عقد اتفاق من اتفاقيه عن تيبي سنه 2010، مصر طبعا لم توقع عليها، وقعت عليها اربع دول اللي هي اثيوبيا وكينيا واوغندا وتنزانيا، واضيف اليهم فيما بعد بروندي ورواندا، بقوا ست دول. في كل الاحوال هذه الاتفاقيه ببنودها المختلفه فيها بنود لا تتفق مع المصالح المصرية، لا تحقق ضمان مصر لحقوقها في مياه النيل، اللي هو البند 14 به بالتحديد، اللي هو بيتكلم عن الأمن المائي. لكن هنا مصر كانت تريد ان هي ترصد في هذه الاتفاقية الحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، لمصر والسودان طبعا، دول المصب طبقا لاتفاقية 1929 واتفاقية 1959. مصر لها 55.5 مليار والسودان 18.5 مليار. هذا حد أدنى، أعداد سكانهم البلدين بيزيدوا بدرجة كبيرة جدا، فلا يمكن إنقاص مثل هذه. طيب، هل هيتم مراعاة هذه النقاط والملحوظات المصرية، وبالتالي سيكون هناك نوع من التقارب والحلول في هذه الاتفاقيات؟ أنا عاوز بس أضيف حاجة كمان، إن هنا برضو أحد البنود برضو اللي هي وردت في الاتفاقية هو مسألة عدم النص بدقة على الإعلان المسبق لدولتي حوض النيل مصر والسودان قبل قيام اي مشروعات ده في دول الحوض هناك في المنابع، لان وهذا القانون الدولي بيقول كده، بيقول ان لازم دول المصب يؤخذ رايها في مثل هذه المشروعات. ودي احد المشكلات في ملف سد النهضه، يعني لم تبلغ مصر بالدرجه الكافيه. لما بدات اثيوبيا في 2011، في ابريل 2011 تبدا تعمل عمليه سد النهضه وكده. برضو حاجه ثانيه، ان في اتخاذ القرارات يجب ان يكون بالتوافق الكامل. هم بيقولوا لا بالاغلبيه، في الاغلبيه، تم انتوا الاغلبيه، انتوا هيبقى القرار من عندكم انتوا، كان دولتي المصاب ليس لهم قرار. أي، فهذا لا يمكن قبوله. كمان في كلام حضرتك، هل يا ترى يعني هذه القمة سوف تحقق ما هو مرجو منها؟ احنا بنتمنى كده طبعا، لكن المسألة ليست هينة. هذه أول قمة تنعقد لمجموعة دول حوض النيل، 11 دولة، رؤساء 11 دولة هيتكلموا عن مثل هذه المشاغل ومثل هذه الملاحظات الخاصة بمصر، وإلا سوف لا تكون مصر لن توقع على الاتفاقية إلا بتعديل مسارها، وبالتالي لن تكون مصر كمان قائمة بنشاطات مختلفة كانت موجودة فيها في مبادرة حوض النيل نفسها، لأنها مصر انسحبت من النشاطات الخاصة بمبادرة حوض النيل بعد التوقيع بتاع عن تيبي. فبالتالي هو على فكرة هذا الكلام اقترح من جانب يوري موسوفيني اللي هو رئيس أوغندا، باعتبار أن أوغندا هي رئيسة الدورة الحالية لمبادرة حوض النيل. فهو طرح على مجموعة رؤساء دول حوض النيل مسألة إعادة النظر في هذه البنود الخاصة بالاتفاقية حتى يحدث توافق وموافقة من جانب كل الدول بما فيها مصر والسودان، وبالتالي تسير مبادرة حوض النيل في اتجاهها المطلوب، وهو خدمة مصالح حوض النيل بشكل مشترك. هيكون في نوع من التوافق برأيك في هذه القمة تحديدا؟ والله أنا بتمنى، لأن المسائل ليست بهذه السهولة، لأن مواقف مختلفة شوية بالنسبة لأثيوبيا. بتمنى أن هم ياخدوا خطوة نحو التوافق بيننا وبينهم، لأن لا حل لمشاكل حوض النيل بشكل عام إلا بالأعمال المشتركة، وأن احنا نحط إيدينا في إيدين بعض، وأن احنا نعمل حوض مشترك، مصالح مشتركة، طرق مشتركة، نعمل الطرق المشتركة أو المصالح المشتركة. هل هي في تنمية العناصر البشرية لدول حوض النيل، المجتمعات الإفريقية، إقامة المشروعات، استخدام القوى الناعمة
في ربما الإقناع بالقضايا المشتركة ما بين الدول؟ هي هنا الأعمال المشتركة دلوقتي بقى تدخل في مشروعات زراعية مشتركة، في سدود مشتركة، طالما أن هذه السدود لا تضر بمصالح مصر والسودان نحن نوافق عليها ويجب أن نشترك فيها كمان، سواء في أوغندا أو في إثيوبيا أو شيء من هذا القبيل. كمان يجب أن يكون هناك يعني تجارة، تبادل التجاري بين البلدان حوض النيل يجب أن يزيد بدرجة كبيرة، خصوصا أن احنا ننتمي لمجموعة الكوميسا اللي هي في شرق إفريقيا، التكتل الاقتصادي. هذا التكتل الاقتصادي يجب أن يكون فيه نشاط اقتصادي على نطاق واسع، حتى بنستورد اللحوم مثلا من السودان ومن إثيوبيا، أشياء من هذا القبيل، نقوم ببعض المشروعات خاصة طبية. يعني حتى الدكتور مجدي يعقوب عامل نشاط عظيم جدا في إثيوبيا فيما يتصل بمعالجة القلب، وفي قوافل طبية كمان بتسافر لأفريقيا وحتى في علاج الملاريا في أوغندا وغيره، فيه نشاطات في هذا الجانب. حتى في الجانب التعليمي يجب أن يكون هناك تبادل في العلاقات بين الجامعات المصرية والجامعات الموجودة في حوض النيل، يجب أن يكون هناك قنوات فضائية تتكلم مع دول حوض النيل وتطرح آراءنا ونسمع آراءهم وأفكارهم، ويبقى فيه تبادل وسياحة وزيارة. نعم. وطبعا الطريق اللي هو مطروح من الإسكندرية حتى كيب تاون، طبعا المرحلة الأولى. نعم. المرحلة الأولى لحد بحيرة فيكتوريا، دي تتم إذا صارت في مسارها 2024، ده يكون شيء مهم جدا ان يبقى فيه تنميه طريق. التجاره بينيه نوع من التبادل زي ما حصل في اوروبا مثلا وتقويتها كمان. طبعا يعني مساله نوع من الوحده الافريقيه، والطرق هي البدايه لاي تنميه، ولذلك صحيح. النهارده مصر حتى بتقوم بعمليات طرق واسعه النطاق، سواء كانت في الصعيد او على البحر الاحمر او في الصحراء في 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 يعني في الواحات وغيره او في سيناء وغيره، هو الأساس. هي البدايه لاي تنميه، لان كيف تنمي المناطق توصل اليها يعني وسائل البناء والعماره وما الى ذلك. انا بشكرك يا دكتور زكي، وعفوا على ضيق الوقت. دكتور زكي البحيري خبير الموارد المائيه والري، جزيل الشكر. سعيد جدا. انتهت حلقة من القاهرة، متابعتنا مستمرة معكم على مدار الساعة. إلى اللقاء.